ماذا قال وماذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الشباب في الزواج؟ قال تخيروا لنطافكم فإن الإرقى دساس، تخيروا لنطافكم فإن الإرقى دساس، وحديث أن المرأة تنكح لي أربع، لجمالها ولحسبها ولجاهها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه أحاديث غيرها وردت في هذا الباب وفي هذه المسألة، دليل على أن اختيار الزوجة، اختيار المرأة الصالحة هي من الأمور المهمة التي بدأ بها هذا الدور، الدور في نشء الجيل السليم المسلم عندما أراد الزواج. وهذا كثيرا كذلك ما نذكره لي في الدروس، أن الشباب بدأ منهم هذا الدور في نشء الجيل السليم. بدأ من متى؟ بدأ عندما أراد أن يتزوج. ماذا قال وماذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الشباب في الزواج؟ قال تخيروا لنطافكم فإن الإرقى دساس، تخيروا لنطافكم فإن الإرقى دساس، وحديث أن المرأة تنكح لي أربع، لجمالها ولحسبها ولجاهها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه أحاديث غيرها وردت في هذا الباب وفي هذه المسألة، دليل على أن اختيار الزوجة، اختيار المرأة الصالحة هي من الأمور المهمة التي بدأ بها هذا الدور، الدور في نشء الجيل السليم المسلم الحريص. من هنا فإذا أصاب الشباب، الشاب إذا اختار وأصاب في اختيار المرأة من الصالحات، فهذا أول نجاح لهذا الشاب، أول نجاح لهذا الشاب في أن يكون، في أن تكون له مدرسة لأولاده فيما بعد. هذا أول مرحلة، أول نجاح. إذا نجح في اختيار امرأة صالحة تكون زوجة له، هذه أول نجاح، هذا أول مرحلة في النجاح. في إيش؟ في أن تكون له مدرسة لأولاده. تصور إذا كان المرأة ليست صالحة ولا لا تفهم ماذا يجب عليها من الواجبات، كيف تربي أولادها على الاهتمام بالصلوات الخمس وعلى صلاة الجماعة فيها وعلى هذه القيم في الدين وفي الشريعة؟ كيف تربي أولادها إذا كان الأم في نفسها فقيرة؟ فهذا هو أول نجاح، هو أن يختار الشاب المرأة الصالحة، هذا أول نجاح وهذا أول رسمان. لكن إذا فشل ففضل هذا الشاب الجمال على الدين، هذا أول فشل، هذا أول فشل. لذلك تكلم أو تحدث كثيرا من علماء هذه الأمة، فكتب ربما بعضهم رسائل في هذه الأهمية، وهو أن يكون الشباب على بصيرة في هذه الأهمية، فيتزوجون ولكن يختارون للزوجة من النساء الصالحات. فهذا أول نجاح. ثم بعد ذلك الأب والأم، الزوج والزوجة، والذي بعد ذلك يكون أبوين لأبنائهما، هذه مدرسة للأولاد والأبناء. فما مما يجب عليهم في أولادهم وفي أبنائهم هو تربيتهم وغرسهم، تربيتهم على تربية إسلامية طيبة سلفية محمدية، ثم غرسهم، الغرس فيهم معاني الإسلام وروح الإيمان منذ الطفولة. هذا لا يفعله إلا
الصالحون والصالحات. لذلك المرأة الصالحة هي أم التي هي في نفس الوقت مدرسة لأولادها. فالغرس والتربية هذا الذي والذي يشتغل بغرس هذه المعاني في الأبناء لا ينسى أن يغرس في قلوبهم هذا التوكل. هذا لابد أن تكون التوكل يعني أن يكون ذا أهمية في ويجتهدون في أن يغرس هذه الأهمية في أولادهم منذ الطفولة فيغرس منذ الطفولة يدربهم على التوكل يدربهم لأنه كما قلنا هذا أمر إيماني اعتقادي أمر يعني أمر يجب الإيمان والتصديق بالشيء الذي لا يراه ولكن الشيء الذي لا بد أن يؤمن به ويعتقد أن له ربا هو يسكيه هو يقضي حاجته هو ينجحه ويحقق ما يريد بعد أخذه بالأسباب على الطريقة الصحيحة. هذا هو التوكل. فمن كان متكلا في أموره الدنيوية طبعا بصورة صحيحة هذا دليل على أنه ترقى في مراتب الإيمان إلى درجات لأن التوكل هي درجة التوكل هي مقام التوكل هو مقام وهو منزل من منازل الشريعة وهو مقام من مقامات الدين. فمن ألهم بهذا التوكل وكان متقنا وصحيحا في توكل في اتكاله على الله سبحانه وتعالى دليل على أن الله سبحانه وتعالى أراده بهذا الخير. فالتوكل يعني هو توفيق من الله سبحانه وتعالى كما يقال في هذا الكتاب أن الإنسان ميسر لما خلق له. فالله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق له أهل خلق الشر وخلق له أهل فخلق الخير وخلق أهلا له. فلذلك ذكر العلماء أن أكبر نعمة أن أفضل نعمة وأن أعظم نعمة هي الهداية والتوفيق. هي أكبر نعمة وأعظم نعمة التوفيق لا يذكر في القرآن إلا مرة واحدة. هذه إشارة إلا أن هذا التوفيق نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. نعود إلى أن الإنسان ميسر لما خلق له. فالذي يتيسر للتوكل معناه أن الله سبحانه وتعالى أراد له هذا الخير وأراد له هذا المنزل هذه المنزلة. والتوكل مثل غيره من الإيمان يحتاج إلى تدرب يحتاج إلى رياضة النفس. فالذي يتكل هو الذي يفوض أمره إلى الله بعد أخذه بالواجب بعد أخذه بأسباب بعد أخذه بأسباب الذي يريد أن يتكل فيه. يعني ما يمكن أن يتكل على الله في شيء ثم يرمي نفسه في السرير ولا يفعل شيئا ما يمكن. هذا اتكال بمعنى خاطئ. الاتكال على الله هو أن يفعل شيئا من باب القيام بواجب الاختيار ثم بعد ذلك يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الصحيح في التوكل. فإذا كان العبد كذلك كان نجاحه بالتأكيد مؤكدا. الذي وصل إلى هذا الإيمان مثل أبو يعقوب الحسن ومثل أمثال ربما بعض منكم الآن وصل إلى هذا الباب يعني وليس غريبا. هو
أن يعتمد على الله بعد أن أخذ بالأسباب، يفعل أسباب، يفعل أسباب ثم إذا يتكل على الله خلاص فعل أسبابا، يفرش فرشة مثلا للتجارة، يفرش سجادة، يفرش فرشه الذي يحب أن يبيع ويشتري في قديم الزمان، يفرش فرشة عنده، له فرشة هكذا يفرش فرشة ثم يضع بضاعته فوق هذه الفرشة، هذا من باب الكيام، أو مثل ما فعلنا هنا في هذا المعنى بنينا هذا المبنى دلوة مول، ليش؟ هذا من باب الكيام بأخذ الأسباب. هذا المبنى طبعا هذه مدرسة، مدرسة في التوكل، ومدرسة في تنظيم الأوقات، ومدرسة في الاستغناء عن الناس، ومدرسة في الكيام بواجب طلب النفقة، هذه مدرسة طبعا تحتاج إلى بيان حتى أشرح لكم لماذا بنينا هذا المبنى دلوة مول، لماذا بنينا، فهذه مدرسة، أولا مدرسة في التوكل، ثانيا مدرسة في الاستغناء عن الناس، تلقون محاضرة دروس تدرسون ولا تفكرون في أن تأخذوا مقابل من الناس من التدريس، ما تفكرون، لماذا؟ عندكم دكان، عندكم مال تنفقون به على أهلكم، لكن الذي ما عنده فلوس يبقى أنه يضطر أنه لابد أن يعتمد على عطايا الناس، ففتحنا هذا حتى نعلمكم كيف تستغنون عن الناس. ثانيا وثالثا هذه مدرسة في التوكل، نعلمكم كيف التوكل في الاتكال على الله. رابعا هذه مدرسة مدرسة في البيع والشراء بالطريقة المحمدية بما أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذه مدرسة لنفع الغير. فالمهم هذا المبنى مدرسة، ومن بينها مدرسة في التوكل على الله سبحانه وتعالى بالسورة الصحيحة.